بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الآية التي استوقفتني حقيقة آية تتحدث عن يوم كل واحد منا سيشهد ذلك اليوم. هو أهم يوم في حياة أي إنسان، إنه يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم. والله أيها الأحبة، قبل أن نكمل الآية، آية مرعبة. أنا عندما أتذكرها أخاف حقيقة. يعني اليوم نختم على أفواههم، هذه الأفواه التي تتحدث وتتكلم. انظروا كم من الناس اليوم يكذبون ويشهدون شهادة زور ويتحدثون بالباطل، وهناك الكثير من الناس يعني لا يستطيع أحد أن يمنعهم من الحديث بالباطل من ظلم الناس مثلا. في ذلك اليوم هذه الأفواه سيختم عليها، ستغلق. اليوم نختم، وكلمة نختم هنا أقوى من نغلق، لأنك إذا أغلقت بابا قد تبقى فيه يعني ثقوب أو فتحات صغيرة يدخل منها الهواء من أسفل الباب أو من الجوانب، ولكن كلمة ختم يعني أغلق إغلاقا تاما. انظروا إلى دقة القرآن: اليوم نختم على أفواههم ولا نفس. يعني طيب ماذا بعد؟ إذن كيف يتكلم الإنسان؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. هذه اليد، هذا الجلد سيتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سبحان الله. يعني والله أيها الأحبة، تخيلوا معي ذلك اليوم رجاء. كل واحد منا يمكن، يعني نعوذ بالله من شر ذلك اليوم، نحن يعني ليس لنا ملجأ من الله تعالى إلا إليه، مصيرنا إلى الله. كلنا سنقف أمام خالق الكون عز وجل، خالق السماوات والأرض، الواحد القهار، الذي سيقول لمن الملك اليوم. لا أحد يجيب نفسه عز وجل: لله الواحد القهار. هذا اليوم المرعب الذي يشتد فيه غضب الله سبحانه وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يوم الانتقام، يوم الحساب. تخيل نفسك مغلق الفم، فمك مختوم عليه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. تخيل هذه اليد التي أكلت فيها الحرام هي التي ستنطق. تخيل هذه اليد التي لمست فيها حراما ستنطق وتشهد عليك. هذه اليد التي امتدت لتؤذي بها إنسانا ستشهد عليك. تخيل فقط، لكي يعني تعمل حسابك. الإنسان طبعا يعني الإنسان الذكي يعمل حسابات للمستقبل. نحن في الدنيا الآن، يعني إذا كان هناك منطقة ستشهد ارتفاعا في الأسعار، تجد الناس يتسابقون لشراء مثلا أراضي أو عقارات أو محلات في هذه المنطقة، والأذكى هو الذي يأخذ كمية أكبر من هذه الأراضي لأنها ستشهد ارتفاعا كبيرا. طيب أنت ستتعرض لموقف أخطر من كل مواقف الدنيا. أنت في الدنيا ستموت وانتهى الأمر، ولكن في الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا. ليس هناك حياة وليس هناك موت، إما نعيم دائم في الجنة إن شاء الله، وإما عذاب مقيم لا ينتهي، خالدين فيها أبدا. طيب الله تبارك وتعالى يذكرك بخطورة ذلك اليوم ويقول لك: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الأرجل سوف تشهد ضدك، سوف تشهد عليك، هذه الأرجل سوف
تنطق وتتكلم عن كل خطوة خطوتها لتؤذي إنسانا، كل خطوة خطوتها لارتكاب محرم والعياذ بالله، كل خطوة خطوتها لأكل الربا أو لأخذ رشوة أو لعمل شر أو لإيذاء الناس سوف تشهد عليك. لذلك أيها الأحبة، والله يعني إنها آية مرعبة، ينبغي أن نتفكر فيها، أن نحفظها، أن نتدبر معانيها، أن نتخيل هذا الموقف. نسأل الله أن يجيرنا منه، نتمنى يوم القيامة أن نكون من أولئك الذين يحيطهم النور، نور القرآن، نور العمل الصالح، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. إذن أيها الأحبة، يجب أن نحذر ذلك اليوم ونحفظ هذه الآية ونكررها لكي ننجو بأنفسنا أن نتعرض لمثل هذا الموقف. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر ذلك اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.